20 ساعة تقريبا من جلسات الحوار المجتمعي داخل البرلمان المصري انتهت، لتبدأ مرحلة أخرى من مسار التعديلات الدستورية بما تحمله من جدل، حيث يرى المعترضون عليها أنه لا حاجة لإجراء تعديل على دستور لم يمنح وقته الكافي ولم تفعل جميع مواده. ده آخر ما تحتاجه مصر في الحقيقة. الآن المطلوب تفعيل الدستور مش تعديله. هذا الدستور لم يختبر وظل محاصر طوال السنوات الماضية بحالة الطوارئ. جوهر التعديل إيه؟ هو التمديد للحاكم. ده جوهر التعديل وركنه الأساسي، وهو أن مؤسسات الدولة تبقى في قبضة الحاكم. المؤيدون للتعديلات ممثلون في أغلبية برلمانية يرون أن في إقرارها ضرورة ملحة لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. احنا بنحط الخريطة السياسية، بنحط القطار السياسي على الطريق المستقيم. إزاي رئيس هيجي بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيقدر يعمل ايه في 4 سنين؟ وبالتالي ارتقينا ان احنا نزود المدة، اتناقشنا ما بين 5 و6 واستقرينا على 6 سنوات. ولا يقتصر الجدل على الأوساط السياسية والشعبية، بل يمتد ليشمل خبراء القانون حول دستورية المواد المزمع تعديلها. نحن نتحدث على طريقة التعديل حتى بما فيه المواد اللي هو أو الحاجات المختلفة عليها، لا فيها تعديل بس بمزيد من الضمانات، لكن طريقة التعديل واضحة جدا. انت بتتحدث على ان مين يحق له التعديل، سواء رئيس الجمهورية او 5 أعضاء مجلس النواب. احنا شفنا ان هذا الامر طالما لم يمس الجوهر الاساسي وهو الولايتين إذن هذا مباح. فيما يتعلق بالقضاء، القضاء هو الادرى بشؤونه. 12 مادة يتوقع تعديلها، تشمل مدة حكم رئيس الجمهورية وتعيين نائب له، وطريقة تعيين رؤساء المحاكم، ومنح نسبة تمثيل ثابتة للشباب والمرأة والأقباط، إضافة إلى إعادة العمل بمجلس الشورى. من المتوقع أن تبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية وضع الصياغات النهائية لهذه التعديلات قريباً، بعدها تطرح للتصويت داخل مجلس النواب، ثم يكون للمصريين القول الفصل في استفتاء هو الرابع منذ ثورة يناير 2011. أحمد حسين، الحرة، القاهرة. نناقش قانونية هذه التعديلات. معنا من القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أهلا بك. ومعنا من لندن وليد عبد الرؤوف، القانوني والنشط السياسي، أهلا بكم ضيفي الكريمين. دكتور مصطفى، أبدأ معك، ضيفي من القاهرة. التعديلات قانونية، هل يشوبها أو هل تشوبها شائبة تمنع من طرحها في استفتاء؟ المشكلة الأساسية هي أن الموضوع الرئيسي لهذه التعديلات هو مد فترة رئيس الجمهورية. المادة 226 تقضي بأنه لا يمكن تعديل الدستور فيما يتعلق بمدد تولي الرئاسة أو الحقوق والحريات إلا إذا كان هدف هذه التعديلات هو توسيع نطاق الحقوق والحريات المدنية والسياسية. المادة 140 تتحدث عن أن أقصى فترة يمكن أن يمكثها رئيس الجمهورية هي 8 سنوات، ولذلك عندما تقضي هذه التعديلات بزيادة مدة رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، معنى ذلك أنه يحكم لمدتين 12 سنة، وهذا في الحقيقة تحايل على النص الصريح للمادة 140 التي تعتبر أنه أقصى مدة يقضيها رئيس الجمهورية هي 8 سنوات. وبالتالي هناك شك في أن هذا التعديل هو في الحقيقة مخالف لنص الدستور، ومن ثم هو من الأصل تعديل غير دستوري. وبالتالي المعترضون على هذه التعديلات يرون أنها يعني مطعون فيها من الأصل، ومن ثم لا ينبغي أن تطرح للاستفتاء لأنها تعديلات غير دستورية. والمؤيدون لا يرون ذلك أستاذ؟ المؤيدون لهم وجهات نظر متعددة. في الحقيقة فكرة التعديلات ليست وليدة اليوم، فكرة التعديلات تعود إلى عام واحد بعد إقرار دستور 2014، ائتلاف دعم مصر الذي خاض انتخابات 2015 خاض هذه الانتخابات على أساس أن هدفه هو تعديل الدستور، وكان الأمر يتعلق بالكثير من مواد الدستور، ووجهة نظر دعم مصر أن هذا الدستور يقيد حرية رئيس الجمهورية.
وفي الحقيقة الممارسة تكشف على أن هذا الدستور لم يقيد حرية رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية قام بتغيير 3 وزارات، قام بتغيير وزير الدفاع ورئيس الأركان، قام بتغيير وزيرين للداخلية، ولم يقف الدستور حائقا أمام رغبته في إحداث هذه التغييرات. السيد رئيس الجمهورية له مشروعات أيا كان رأينا فيها، هو يحاول إقامة عاصمة إدارية جديدة، العمل يجري على قدم وساق بالنسبة لهذه العاصمة، ويسعى لإقامة عاصمة صيفية في العلمين، والعمل يجري على قدم وساق في هذه العاصمة الصيفية. ومن ثم الدستور لم يقف عقبة أمام رغبة رئيس الجمهورية في أن ينفذ ما يريد. أما القول بأن الوقت لن يكون كافيا حتى ينفذ الرئيس بقية برنامجه، نحن لا نعرف ما هي بقية برنامج السيد الرئيس. ومن ثم فالقول بأنه لابد من مد فترة رئيس الجمهورية حتى يحقق برنامجه، هو بمثابة إعطاء شيك على بياض لرئيس الجمهورية، لأننا لا نعرف ما الذي يريد على وجه الحقيقة أن يحققه. من ناحية أخرى البعض يرى أن سلطات رئيس الجمهورية بالنسبة لبعض المؤسسات الدولة غير كافية، وأعتقد أنه ما ذكرته يوضح أن السيد رئيس الجمهورية تمتع بسلطات واسعة في إطار هذا الدستور. والأمر الواجب التنبيه إليه أنه بمقارنة دستور 2012 الذي تمت صياغته والموافقة عليه في ظل حكم الإخوان المسلمين، ودستور 2014، نجد أنه دستور 2014 أسقط العديد من القيود التي كانت موجودة في دستور 2012 على سلطات رئيس الجمهورية. دستور 2012 بيحدد المجالات التي يمارس فيها رئيس الجمهورية سلطات مباشرة في الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وهذا النص سقط في دستور 2014. طيب أشكرك لهذا الإسهاب أستاذ وليد، شكرا لصبرك معنا ضيفي من لندن. حتى لا نكرر ما قاله الدكتور مصطفى في الجانب القانوني، دعنا نأخذ الجانب الآخر اليوم. كيف تقيم المساحة الممنوحة للمعارضين اليوم في الشارع المصري؟ هناك الكثير من الحركات المدنية وعدد من تحالفات الأحزاب، يعني تعبر عن أن ما زالت المساحة الممنوحة لها ضيقة وشبه معدومة لربما في إبداء الاعتراض على الدستور. هل هذا ما يجري في الداخل المصري؟ أعتقد إن هل السؤال لي؟ لأستاذ وليد السؤال. في الفترة السابقة من تضييق، ما شهدناه في الفترة السابقة من تضييقات على كل المعترضين على التعديلات الدستورية أو أي فرد يبدي رأيه ضد توجهات أو توجيهات السيد رئيس الجمهورية، أعتقد أن نحن نرى أنه ليس هناك أي مساحة لأي رأي. تحالف القوى المدنية أو القوى الديمقراطية طلب أن هو يعمل تظاهرة أمام مجلس الشعب عشان يبدي اعتراضه، لكنه أجلها وفقا للقانون، ونحن مع القانون دائما. لم تؤجل، هي تم إلغائها تماما. مجموعة من الشباب المنتمين لهذه الجبهة من الأحزاب الديمقراطية، الأحزاب الشرعية التي تعمل في البلاد، تم القبض عليهم، وفقط لأنهم يريدون أن يقوموا بعمل حملة ضد التعديلات الدستورية، وكأن أي فرد في المجتمع ليس من حقه أن يقول لا لهذه التعديلات. الدكتور مصطفى أسهب كثيرا في، وأنا أحييه على هذا الإسهاب، أسهب كثيرا في شرعية التعديلات وقانونية التعديلات، ولكن الجميع يتحدث عن وفقط مد فترات الرئاسة، ولكني أرى أن هناك الكثير والكثير من الفخاخ في هذه التعديلات. أهم هذه الفخاخ من وجهة نظري هي التعديلات الموجودة في المادة 200 والمادة 204، وهي أولا إطلاق يد المؤسسة العسكرية إطلاق كامل في الدولة، وأن المؤسسة العسكرية هي حامية للديمقراطية، والمؤسسة العسكرية يعني لها الكثير من الامتيازات والكثير من الصلاحيات، حتى أنها تستطيع أن تعزل أي رئيس جمهورية بنص الدستور لأنها حامية للديمقراطية. والمادة 204 والتي تطلق يد القضاء العسكري إطلاق
تام ضد الكافة، مش ضد العسكريين وفقط ضد الكافة. لو بصينا على المادتين 200 والمادة 204 مع هذه الصلاحيات الكثيرة للمؤسسة العسكرية وإطلاق يد القضاء العسكري مع تحجيم والسيطرة على القضاء العادي بشكل كامل وبشكل يقضي على ما تبقى من استقلالية كما ورد بالأمس في الخطاب الموجه من نادي قضاة مجلس الدولة إلى السيد رئيس مجلس الشعب عندما يتحدث ويقول أن هذه التعديلات سوف تقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء، فأعتقد مع إطلاق يد القضاء العسكري أعتقد أن هناك، ولكن الرجل قال بأنه للجهات القضائية سيكون لها موازنة مستقلة. يعني اليوم شو يعني مشكلة الثقة؟ طيب الرجل يقول لك أنه أي تعديل يعني ليس فقط فيما يتعلق بالقضاء وهذا من مجلس الشعب المصري، رئاسة مجلس الشعب المصري اليوم، بأن بالتجربة ثبت بأن هذه المواد يعني لا تصلح لهذا الزمن اليوم. هو كمان لماذا لا يجب تعديل الدستور يعني بشكل أو بآخر اليوم؟ هل تطالب الجهات السياسية برأيك أستاذ وليد بضمانات قد توافق فيما بعد إذا حصلت على هذه الضمانات على هذه التعديلات؟ أنا أعتقد أنه لا توجد أي ضمانات لأي جهة من الجهات، أي جهة لا توجد أي ضمانات. أعتقد أن سيطرة رئيس الجمهورية، يعني كما ورد برضو بالأمس في خطاب السيد نادي القضاء إلى السيد رئيس مجلس الشعب، عندما حددوا نقطة كيف لرئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي من المفترض أن اختصاصه القانوني أن يقوم بالفصل في دستورية القوانين الذي أصدرها رئيس الجمهورية، كيف يمنع أو يسلب مجلس الدولة اختصاصه في مراجعة القوانين والتي كانت إلزامية. أعتقد أن كل هذه ليست هناك أي ضمانات. أعتقد أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يريد أن يسيطر على السلطة القضائية كما نرى أنه قام بالسيطرة على السلطة التشريعية وهو على رأس السلطة التنفيذية. نحن متجهين حاليا إلى دولة الفرد الواحد. أعتقد أن كل الأنظمة الديمقراطية في العالم تخلوا عن فكرة دولة الفرد الواحد. إحنا دلوقتي بعد ثورة يناير وبعد ثورة 30 يونيو نتجه مرة أخرى إلى العصور السحيقة وعايزين ورايحين لملكية عسكرية. وأعتقد أن ده أعتقد أنه لا يجوز. تمام دكتور مصطفى، ما هي فرص المعارضة؟ ما هي السبل القانونية اليوم إن يعني وجدت أمام المعارضة في لربما التصدي لهذه التعديلات من وجهة نظرهم؟ يعني كان هناك بعض الدعوات وصفت بأنها هي دعوات شكلية لربما لعدد من قيادة الحركة المدنية الديمقراطية لحضور الحوار المجتمعي في مجلس النواب، يعني مفتوح لهم الباب. هل هذا الباب شكلي برأيك أم أنه حقيقي؟ هو عدد الأحزاب في مصر كبير، وإذا كانت هناك معارضة ففي الحقيقة هي تنحصر في أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية. لا يمكن أن أصف حزب الوفد أو حزب المصريين الأحرار بأنهما ينتميان إلى المعارضة، لأنهما يؤيدان تماما كل ما تقوم به الحكومة وهما أيدا التعديلات الدستورية. أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية تستطيع أن تعمل في مقرها، يعني يمكن أن تعقد اجتماعات في مقرها، وهذه الأحزاب ضعيفة الإمكانيات، ليست لديها أموال كبيرة، ليست لها مقار واسعة، ومن ثم فيعني بعضها يعني له شقة في أحد أحياء القاهرة، يمكن في هذا الإطار المحدود ده في القاهرة أو خارج القاهرة يمكن أن تمارس أنشطة. كل هذه الأحزاب ليست لها صحيفة، ربما باستثناء حزب التجمع الذي لا ينتمي إلى الحركة المدنية الديمقراطية لكنه عارض التعديلات الدستورية، إنما سائر هذه الأحزاب ليست لها صحيفة، ليست لها فرصة في النفاذ إلى الرأي العام من خلال الصحافة المسمى بالقومية أو من خلال قنوات التلفزيون. دعيت قيادات هذه الأحزاب للمشاركة في الحوار المجتمعي وقبلوا هذه الدعوة وتحدثوا، ولكن الصحف وقنوات التلفزيون أغفلت الإشارة إلى ما قالوه
وإن جاء في بعض الأحيان فجاء بصورة مقتضبة. وبالتالي فرص هذه الأحزاب في التواصل مع الرأي العام هي فرص محدودة للغاية، ومع ذلك يعني هي تستحق التحية لأنها رغم كل هذه القيود إلا أنها تواصل مساعيها لإعلان صوتها وللتواصل بأي وسيلة ممكنة مع المواطنين من خلال مقرها. وبطبيعة الحال كما ذكرت هذه المقر محدودة ولا تتسع لأعداد كبيرة من المواطنين، ولا يمكن من خلال هذه المقر الوصول إلى ملايين من المواطنين، وبالتالي بكل تأكيد فرصة في تأثير محدودة. تمام دكتور مصطفى، أود أن أستغل وجودك معنا لأعرف مدى قانونية ما يوصف بأنه الاستقواء بالخارج اليوم، فصل فنانين من نقابة الفنانين، ولربما يعني يوضع كثيرا مما تقوم به السلطات المصرية في إطار حرب تخويف، هذا كما يوصف يعني ليس وصفي. هل بالفعل هناك خرق للقانون؟ هل هناك ربما استقواء بالخارج من قبل هؤلاء من تلقوا لربما بعض العقوبات حول ما قاموا به بشكل أو بآخر، أم لا يعني لعب الدور السياسي في خارج مصر لا يعتبر استقواء بالخارج؟ يعني مسألة خلافية لربما. المسألة ليست واضحة تماما بالنسبة لي أنا، يعني شاهدت اليوم الفيديو الذي قيل أنه الفنان المعروف خالد أبو النجا تحدث من خلاله في الكونغرس الأمريكي ودعا أعضاء الكونغرس إلى الحديث. أنا أعرف خالد أبو النجا وأعرف أنه يجيد اللغة الإنجليزية، ولكن الذين رأيتهم في هذا الفيديو كلهم من المصريين وهو يتحدث باللغة العربية، ومعرفتي بالكونغرس أنه ليس هكذا تجري اجتماعات في الكونغرس، وبالتالي يعني أنا شك في المعلومة التي زاعت بأنه ذهب إلى الكونغرس الأمريكي وطالب أعضاء الكونغرس بأن يتدخلوا لوقف محاولات تعديل الدستور في مصر. يعني أعتقد ينبغي النظر إلى المسألة من الناحية يعني السياسية. تقول بأن هذه يعني تقول بأن هناك من يشيطن من يعارض؟ بكل تأكيد بكل تأكيد، يعني وأعتقد أن النظر إلى هذه المسألة ينبغي أن يكون مختلفا. يعني هل تتاح الفرصة للمواطنين كي يعبروا عن رأيهم في مصر من خلال الصحافة، من خلال قنوات التلفزيون، من خلال الإذاعة؟ يعني إذا كانت هذه الفرصة غير موجودة لهم فأعتقد أنه النتيجة الحتمية هي أنهم سوف يحاولوا أن يعبروا عن رأيهم خارج مصر، وبالتالي أعتقد أنه التناول الصحيح لهذه المسألة هو إفساح مجال التعبير أمام كل الآراء والاتجاهات داخل مصر حتى لا يلجأ أحد إلى الخارج. بقي معي دقيقة أستاذ وليد، تفضل بإعطاء رأيك بنفس لربما النقطة التي طرحتها للدكتور مصطفى. هل ما زالت حرب التخويف جارية كما توصف بالصحافة اليوم؟ يشيطن من يعارض؟ حقيقة حرب التخوين قائمة بالفعل، كلهم بيقولوا تعالوا عرضوا من داخل مصر. وأعتقد أننا في 1 مارس اللي فات وجدنا شاب منفرد واقف في ميدان التحرير ورافع يافطة لم يخرق أي قانون، لا قانون التظاهر ولا قانون التجمهر ولا أي شيء، وتم القبض عليه وإلى الآن لا نعلم مكانه. تم تجديد الحبس ليه، بيتم تجديد الحبس ليه بدون ما نعرف حتى مكان محبسه، وده أعتقد ده آخر شاب آخر واحد عارض من الداخل يعني. فأعتقد أن زي تحديدا ما الدكتور مصطفى قال، إذا أرادوا أن نصمت ولا نتحدث من الخارج فافسحوا لنا المجال حتى نعود ونتحدث من الداخل. أود أن أشكركما، شكرا جزيلا لكما كنتما معنا مباشرة. وليد عبد الرؤوف القانوني والناشط السياسي من لندن، شكرا جزيلا لك. ومن القاهرة دكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكرا.